السلام عليكم اخواني ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم اليوم مفتاح الرزق من بعد امر الله سبحانه وتعالى، اللي هو اول واحد يعتبر بمثابة مفتاح الرزق، وايضا يحتوي وعنده وفوقه يعني قلادة مفتاح الرزق، وحجر عباس اباد يعتبر بمثابة التحصين جدا جدا قوية. طبعا عباس اباد كل احنا نعرف شنو خواصه، وسبق وان نشرناها بمقاطع فيديو ووضحنا به التفاصيل، لكن نحكي على المفتاح الرزق اللي هو ايضا مخطوط طلسم الامام علي، اللي هو خمس هاءات وخط وصليب وتحتها خطوة إلى بقية الطلسم. هذا جدا جدا قوي وجدا فعال من ناحية الحفظ والبركة والتوفيق وفتح الأمور، وأيضا يعتبر أيضا مثابة التحصين، وأيضا من ضمنه طلسم بدوح، أيضا هذا هم خاص لجلب الزبون ويشتغل أيضا للمحبة، وأيضا طلاسم خاصة للرزق، وأيضا قلادة ثانية تحتوي على مفتاح الرزق، وأيضا قلادة دائرية أيضا لجلب الزبون وجلب الرزق، مخطوطة بآيات قرآنية مباركة مصيغة بصياغة من النحاس. طبعا لما نقصد احنا أحجار الرزق، مو مباشرة أن نشيل هذا الشخص وتنفتح قدام أبواب الرزق، ولكن تختصر على عمل وجهد الطالب. فلازم أنت عندك مصدر رزق حتى أنت تعرف شلون تشتغل هاي القلادة أو تشتغل هاي القلادة. لازم عندك سبب مصدر رزق، مثلا مصدر رزقك سوبر ماركت، او عندك بيت معطل، او مثلا عندك سيارة، او عندك يعني هاي الامور اللي الله سبحانه وتعالى يفتح بها الرزق. لا تنسونا بالدعاء والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ابو فاطمه.